انا يا عندي عندي انا نعرف نسوق مع نسوق بيض ولا نهضر بيض. السائق كيدير مناورات خطيره بلغوا خدش على بالك كي تبلغ انت راك تنقد روح وكاين دي نيميرو فير. يا جماعه اللي عند اللي يسوق اللي عنده رخصه السياقه ماذا به يطبق القانون المرور بس كل زاكسيدو راهم بزاف الناس راهي كل يوم تموت. السرعه بالتنسيق مع مديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة للحماية المدنية وقيادة الدرك الوطني حملة تحسيسية على مستوى 48 ولاية وهذا لتوعية وتحسيس المستعملي الطريق ضد حوادث المرور. ولنا عظيم الشرف نحن بالتنسيق مع كامل سلطات الأمن الوطني والحماية المدنية أيضا وكل الشركاء لنا شرف أن اختيرت بلدية أرزيو أو دائرة أرزيو من بين كعينة من العينات باش نمدوا النصائح للمواطنين تاوعنا وتكون شاملة على مستوى الوطني. العملية هذه التحسيسية درناها لفائدة يعني للصالح العام باش تكون يعني باش نقلوا من خسائر تاع حوادث المرور باش تكونوا في الصوره. كاين حوادث المرور راه تشكل يعني ظاهره يعني السلطات المحليه راه تعطيها اهميه كبيره.